وآخر فقرة من فقراتنا مشاهدينا هي فقرة الشيف، ومثل ما نوهنا في بداية الحلقة الشيف رودينا معانا اليوم، نحييها وتحكي لنا مرة ثانية عن طبق التراميسو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك شيف. أهلا بك يا منى. احنا هنقول بس بطريقة مختصرة ايه التراميسو. التراميسو دي حالة انتشر في العالم كله، أساسه إيطالي، هو بالانجليزي بيك مي اب، يعني خليني بنفسيه كويسه. نفسيه كويسه بتيجي من ايه؟ من الكاكاو والشوكليت والحاجات السكريات كلها. فاحنا هنقولها بطريقه، هو انا عايزاه يعني هو تعرف وكل الناس بتعمله، بس بتعمله بطرق يعني مختلفه كتيرة. او بيبداوا في حاجات المفروض ما يبداوش فيها، هي كلاسيكيه قوي. انا حابه اقوله بالطريقه الاساسيه الاصليه بتاعته الايطاليه، عن طريق يعني دي طريقه شيف ايطالي. فانا هقول المقادير بالظبط، يا ريت يلتزموا بيها، ان هي المفروض تبقى بالظبط، يعني الحاجات الحاله زي ما بنقول بتبقى بالجرام. فاحنا عندنا 3 بيض. احنا مش هناخد البيض كله، هناخد 3، مش 3 حبه، بناخد 3 اللي هو الاصفر بيض. اصفر بيض منه بنشيل الصفار عن البيض وناخد الصفار. عندنا 3، عندنا نص كوبايه سكر، عندنا ده الكاكاو، مش الكاكاو ده اللي هو قهوه الاكسبريسو، بناخد منها معلقتين بتدوبه في كوبايه ميه. ده عندنا الهم حاجه الماسكربوني، دي اللي هي اساس التيراميسو، ما ينفعش نحط حاجه مكانها، لان الماسكربوني هو طعم المذاق بتاعه. عندنا كريمه خفق، او اللي هي الكريمه يعني هيفي كريم، بنعملها بنخفقها كويس قوي، انا عاملاها قبلها. الحاجه المهمه بقى اللي المفروض يا ايمان او منى موجوده، طبعا انا معايا وللاسف نسيته في الليموزين، فهو انا استبدلته بالبسكوت ده. بس يعني انا اسفه. بس انت معذوره يعني لانك نسيتيه. النية موجودة. انت جايبتيه لكن نسيتيه. ايوه السيارة، بس مو مشكلة. يعني ما تستبدلوش زي ما انا مستبدلاه دلوقتي ده. خوات كمان. بنحطه على سكر، هنبتدي نقلب. هنحطه على حمام بخار. انا بديت من قبل الحلقه ما تبتدي وبوريكم هو ازاي بنبتدي نعمله، لغايه ما يبتدي يبقى معانا في الاخر على ان شكل كريمي. يعني انا بديت من قبل ما الحلقه تبتدي، لان ده مهم قوي ان هو يبقى كده. هو ده بياخد 10 دقائق تقليب على النار. ده حمام بخار وبنعمله عليه كده زي حمام الشوكليت، زي ما بنعمل حمام الشوكليت ونسيحه. ده برضو نفس الحكايه، لان الصفار بنحتاج زي ما تقولي نسويه، لان مش معقول هناكل صفار ني. الصفار معاه شويه فانيلا اكسترا، حوالي نص معلقه فانيلا اكسترا، ونبتدي نقلب لغايه ما نلاقيه وصل للقوام ده. القوام ده بنوصل له امتى؟ بعديها بحوالي 10 دقائق. هذا الصفار مع ايش شيف؟ صفار مع نص كوبايه سكر. السكر 3 صفار بيض مع نص كوبايه سكر. نبتدي نقلب فيها كويس قوي 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 لغايه ما نلاقي هذا. طبعا اول ما يوصل معانا للقوام ده يبقى احنا كده جاهزين. بياخد حوالي 10 دقائق بس تقليب مستمر، ما بنسيبهوش. نبتدي ناخد ده هنا معانا. حلو. ونبتدي نحط بقى الحاجات اللي هي المكونات كده. احنا خلصنا الحاجتين دول عشان نبقى مركزين في ايه اللي بيحصل دلوقتي. نبتدي نجيب طبق كده وبنرصه بالرصه دي، بس طبعا بنستبدله بالليدي فينجر المفروض عندنا اللي هو الاساسه، ونحط عليه الجبنه. جبنه الماسكربوني زي ما بنقول لسه. اذا الجبنه هذه اساسيه في هذا الحلى اللي هو طبعا حلى التراميسو. اساسي هي جبنه الماسكربوني. اساسي، ويا ريت ما يستبدلهوش بكريمي تشيز او بالحاجات الثانيه، لان هي اصبحت موجوده يعني بسهوله، مو انه من الصعب نلقاها. هي شويه غاليه بس يستاهل الحلى ده، يستاهل ان هو نصرف له شويه. يعني كده الجبنه اللي هي الماسكربوني حطيناها. نبتدي نقلبها كويس مع الصفار. قبل ما بنحط الويبنج كريم او كريمه الخفق، بنقلب كويس عشان احنا مش عايزين نفقد الملمس بتاع كريمه الخفق. فاحنا بنقعد نقلب كويس قوي. خلي احنا الصفار اللي حطينا فيه فانيلا لازم عشان ريحه الصفار. حلو كده قلبنا كويس. نبتدي نحط الكريمه، بس لما بنحط الكريمه بنقلبها بالراحه جدا. قديش الكريمه؟ الكريمه 3/4 كوب كريمه.
لباني بنخفقها كويس قوي ونبتدي نحطها. يا ريت المقادير هنلتزم بيها، انا بحطها على الصفحه بتاعتي للطبخ اسرار مع رودينا، يا ريت نلتزم بيها لان ما التزمناش بيها بيطلع طعم تاني. خاصه في الحلويات شيف، يعني الالتزام بالمقادير من الاشياء المهمه لنجاح الحاله نفسها. وده من الحاجات اللي هي يعني. طب ترجعي تعيدي لنا اياها رودينا، اللي هي اول شيء حطيتي كم بيضه؟ حطيت 3 صفار بيض، مش بيضه كامله، 3 صفار بيض. حلو. بنحطها مع السكر، نص كوبايه سكر، نحطها على نار حمام بخار ونبتدي نقلب فيه، نقلب فيها لمده 10 دقائق كاملين. هنفضل نقلب فيها. حلو. يعني ما تسهقيش لغايه ما توصلي للقوام اللي انا وريته لك. القوام ده ما بيوصلهوش بسهوله، لازم تفضلي تقلبي لغايه ما توصلي فيه. 10 دقائق يعني حوالي 10 دقائق، ممكن 10 دقائق ربع ساعه، عشان كده انا بديت قبل ما الفقره تبتدي، لان ده بتبقى مهمه ان الواحد يوصل للقوام ده. حلو كده خلصنا، نبتدي نشوف احنا بنعمل ايه في البسكوت. لو نتخيل معانا ليدي فينجر دلوقتي اللي هو الصوابع دي، الصوابع دي بتبقى رقيقه قوي، ضعيفة، هشة جدا، فالاستعمال معاها ما بيبقى. هي فكرتها حسن. كمان عشان تشرب القهوة بشكل كبير. احنا بنحط يعني بنحط طبقة كده، انا هنشوفها. احنا مثلا لو عندنا البسكوتة كده بنحطها كده، أيوة. ونحطها كده وبس، يعني ما بنطولش عن كده لان ممكن وانت بتشيليها تقطيصة منك. وبنحطها في المكان اللي احنا هنعمله كده. خلصنا اول طبقه، بنرص الطبقه كده ونبتدي نرص طبقه الكريمه اللي احنا عملناها. انت مسويتيها شيف رودينا بطبق كبير، احنا ممكن كمان نسويها بميني شويه، صح؟ ميني يعني او بنعملها بكاسات، ممكن تعمليها في كاسات، ممكن تعمليها ميني جلاس. هي دائما صرنا نحب نلجا للميني اي لانه بتصير ارتب، صح؟ في التقديم بالضبط، بتبقى اسهل كتير حتى لما تيجي تقطعي، يعني مش لما الضيوف بيبقى عندك وتعاوزه تقطعي بيبقى اسهل انها تبقى معموله كده. صحيح. وبرضه التارت والاشياء هذه لها جوها برضه يعني. ايوه يعني بالزبط. هذه مرغوبه وهذه مرغوبه. ايوه كلنا مرغوب في الشتاء، صح؟ احنا شايفين الحاله في الشتاء بيظهر جامد يعني كده. اذا طبقه من البسكويت، بعدين فوقها طبقه الجبنه، بنبقى طبقه، بس هي الفكره ان انا عايزه اقولها ان البسكوت الثاني ما بياخدش خالص وقت، لما بقلبه بايدي التاني ما بيستاهلش ان انت تحطيه كتير، بس هو يشرب المية الاسبريسو وتحطيه. هنا القهوه لازم طبعا على اصولها قهوه اسبريسو، لازم، اللي هي طبعا القهوه الثقيله هذه، لازم يعني ما تحاوليش ما ينفع كافيه او شيء ثاني. والله يا ايمان انا بقول الحاجه على اساسها، يعني اللي عايز يستبدل بيستبدل، والناس بتستبدل كتير قوي لان بيبقى عايزين يخلصوا، بس هي لو حاجه على اصولها لا هي ما بتستبدلش. اي صح، يعني زي ما انا بعمل كده دلوقتي بستبدله، بس ده ظرف طارئ يعني كده. ونيجي على اخر طبقه بنعملها، وطبعا عشان هذا البسكوت نحيف، بس احس بالليدي فينجر طبقتين كفايه، اللي هي الارضيه. أيوة. واللي بالنص. ايوه بالظبط، تكون كافيه جدا. وبنسيب اخر طبقه بنسيبها اللي هي الكريمه، هي اللي بتبقى بنرش عليها كاكاو بعد كده. الحالة ده ظهر من زمان جدا، من 1971 تقريبا، بس انتشر في العالم كله لان ما فيش حد بيكرهه، حتى الصغيرين بيكرهه. صحيح. يعني هي زي ما بتقولي في حاجه بيبقى لها خطوات روتينيه لازم تتعمل، بس هي بتبقى في الاخر لذيذه، وكلنا عارفين ان هي طعمه بيبقى يستاهل ان الواحد يعمل الكذا طبقه دي. بس احنا قدمناها بطريقه سهله متهيألي يا منى. اي جدا جميل هذا الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي. اخر حاجه انا عايزه اقولها، لما يعطيك العافيه اكيد شيف، لانه وقتنا تقريبا انتهى. هي كلمه واحده، لما بتحطيه في الثلاجه لازم يقعد يوم كامل في الثلاجه ما بتسيبوش، وثاني يوم بترش عليه كاكاو، لان دي من الحاجات الاساسيه. يعطيك العافيه اكيد شيف. اعزائي المشاهدين، بكذا نكون وصلنا الى ختام مشوارنا معاكم، نتمنى تكونوا استمتعتوا بصحبتنا مثل ما احنا دائما بنستمتع بصحبتكم. أكيد. الى اللقاء. اكيد مشاهدينا لا تنسوا دائما تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل، وشيف رودينا عبر انستغرامها وعلى سناب شات ايضا، ممكن نعد لكم كل التفاصيل، وعلى يوتيوب كذلك. شكرا والى اللقاء.